أنا في تطبيق بيعمل جمعيات للناس، تمام. بس هو الفكرة إن التطبيق دوت بياخد نسبة من الناس على حسب ترتيب أسامي الجمعية، لا يجوز، بمعنى لا يجوز. يعني هو مسمي النسب دي لأنها مصاريف إدارية. لا لا حتى أنا اتصلت بيهم فهو قال لي لا دي مصاريف إدارية ولكن إحنا لا، بنديرها من ليست أسامي. إدارية، ليست إدارية. لو إدارية كان عممها على الجميع، لكن يأخذ الذي يعطى الدور الأول يأخذ منه 1000، والذي يعطى الدور الأخير لا يعطى منه، لا يأخذ شيئا. أي صحيح.